إذا كان من الأمور المترتبة على الوقوع في الحلف التصدق على 10 مساكين أو كسوتهم أو إطعامهم، فهل يجوز إخراج تلك الصدقات لمسكين واحد؟ وما هي العلامات التي يعرف بها المسكين؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من 10 مساكين. طيب. لو أعطت مسكينا واحد فإنه يبقى عليها 9 فقراء، لأن الله سبحانه وتعالى نص على 10، فلا بد من استكمال هذا العدد، يعني يعطي 10 فقراء، كل مسكين له إما ثوب وإما نصف صاع من الطعام، والمسكين يعرف لأن يكون دخله لا يكفي، المسكين هو الذي له دخل لا يكفي، وأما الفقير فهو الذي ليس له دخل أصلا أو له دخل قليل أقل من نصف الكفاية. وفي الجملة أنه لا فرق بين المسكين والفقير، يطلق الفقير ويدخل فيه المسكين، ويطلق المسكين ويدخل فيه الفقير، ولكن إذا ذكر جميعا صار المسكين من يجد أغلب الكفاية، هذا هو المسكين، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، هذا الفرق بينهما. ولهذا يقال الفقير والمسكين إن اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.